ولا يدرؤ النفس الجموحة عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله. كانوا يربون صبيانهم على هذا كما سميتهم قصة في رحلة المغربي لما جاء في القرن التاسع إلى حضرموت وحضر درس في مسجد المحضار هذا، وبعدين رأى سمع الشاب المدرس يذكر حكايته وقال ما أذكر في طول العمر أن أمي غضبت علي إلا مرتين في عمري. إيش من مرتين؟ قال يوم رجعنا من الدرس في الصباح بعد الفجر، رجعت إلى الوالدة وأنا أقول أين القهوة أين القهوة، قال تغير وجه أمي، قالت يا ولدي تسرق قهوة، تملك القهوة، أنت عبد شهوة، أنت عبد القهوة، تجي من مجلس علم وخير في نور وقاعد قلبك معلق بقهوة. وقال دعتنا أختي واحدة قلني تعال أنت باتباعك لهذه الشهوات تدخل الكدر على قلب أمك وما ترويها الهمة العلية، تتعلق بالعلوم، تتعلق بصلاة الضحى، تتعلق بالقهوة. قهوة انشي قهوة شرب معنا قهوة ماشي قهوة ماشي قهوة ايش تقعد عبد لهذا القهوة؟ هي تب اليوم كما تبت يوم القهقه، قالوا تبت على يد اختي، ايش يوم القهقه؟ قال ثاني مره يوم غضبت امي في الحياه، ايش هذا يوم القهقه؟ قال كانت يوم تصلي بعض النوافل وانا واختي دار بيننا حديث وجاءت بمضحكه فضحكت وقهقهت زيدت في الضحك، حتى احست امي بنا وهي في الصلاه بضحكتي الكبيره، فلما انتهت من الصلاه قالت لا اله الا الله بيوتنا أهل العلم وأهل البيت وأهل العبادة صارت مثل الملاهي والمقاهي فيها صوت مرتفع بقهقهات. بس غضبت علي في ذاك اليوم قال واختي اخذتنا قالت ليه ما تضبط نفسك؟ وين ضحكتك الكلمة؟ تبسم زيادة على التبسم ضحك قليل ما تقهقه هذا ما يليق بك. شوف عاد طفل صغير يربونه كيف. قال فتوبتنا أختي وثاني يوم ثاني مرة توبتنا يوم القهوة، قالت توب كما تبت يوم القهقهة. قال ما أذكر أن أمي غضبت علي إلا هاتين المرتين. إيش صلى هذا؟ لا سرق ولا كذب ولا تب إلا فقط في تربية الهمة العلية، تربية الهمة العلية لا يسروا ضحكات ولا تسروا قهوات ولا تسروا شيء، يربون يقع عبد خالص لله من عاد طفل يطلع. الله 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 هؤلاء الأقوياء. لهذا يجتمع بين يديه كثير من الكبار بسن وهو متصدر للتدريس لأنه تربى هذه التربية امتلا حكمة ونور وعلم، فما هناك شيء يسرهم.